السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف على العدد 37 أو من عجائب العدد 37. إذا 37 كما تلاحظون مضروبة في 3 في 1 هكذا على هذا النسق، ثم نضرب في 2 و3 إلى آخره، يعني 37 في 3 مكررة، ثم نضرب في 2 3 4 5 6 7 8 9 هكذا. إذا الجواب مباشرة سوف نجد 111، 222، 333، 444، 555، 666، 777، 888، 999 هكذا. إذن كما تلاحظون هذا من عجائب العدد 37. إذن لاحظ 3 في 1 هي 3، 3 في 2 هي 6، 3 في 3 هي 9، يعني هناك صيغة أخرى مختصرة وهي التالية، أو بصيغة أخرى هكذا. إذن 3 هي 3 في 1، 6 هي 3 في 2، 9 هي 3 في 3، 12. إذن هذه صيغة أخرى، وهذا من عجائب العدد 37. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.